واصل المعاصر في إربد تجهيزاتها لاستقبال موسم الزيتون، والذي أعلنت وزارة الزراعة بدء منتصف الشهر الحالي. نطلع أكثر على آخر التجهيزات من إحدى معاصر الزيتون في محافظة إربد مع مراسلنا ضرار غنام. صباح الخير ضرار، كيف هي الأحوال في محافظة إربد وتحديدا مع بدء استقبال موسم الزيتون؟ نتمنى أن يكون موسم خير على المزارعين. نعم، صباح الخير لك معاذ، وصباح الخير لجميع مشاهدينا. نتواجد الآن في منطقة بني كنانة بمحافظة إربد، شمال المحافظة تحديدا. هذه المنطقة هي الأكثر لمزارع الزيتون تواجدا فيها، وأكثر الأكثر أيضا كذلك لمعاصر الزيتون. هنا لدينا 55 معصرة زيتون في محافظة إربد. بدأت المعاصر في المحافظة ب الاستعداد للعصر لموسم الزيتون في هذا العام. معنا الآن أحد أصحاب المعاصر وهو عضو في نقابة أصحاب المعاصر. يسعد صباحك. يسعد صباحك. يسعد صباح الوطن الجميل. يسعد صباح الزيت والزيتون والزعتر والزيت. تحكي لنا عن بدء استعداد المعاصر لهذا العام في المباشرة بعصر حب الزيتون. بداية أنا بشكر قناة رؤية على اهتمامها بهالقطاع. هذا قطاع مهم للأردن، هذا قطاع مهم في الأردن، وحاليا المعاصر على كامل الجاهزية لاستقبال ثمار الزيتون من المزارعين الكرام. تحكي لنا هل كم تتوقع هذا العام إنتاج حب الزيتون وزيت الزيتون، ومقارنة مع العام الماضي أي سيكون أفضل؟ زيت الزيتون السنة متوقع حسب قراءة وزارة الزراعة بحدود 25 إلى 26 ألف طن إنتاج الأردن. استهلاكنا في الأردن بحدود 25 ألف طن. وعندنا فائض السنة بحدود من 4000 إلى 5000 طن زيت زيتون. تحكي لنا هل هناك صادرات وما حجم هذه الصادرات؟ صادرات زيت الزيتون بحدود 4000 ل 5000 طن، بنصدرها لدول الخليج لانه زيتنا مميز وزيت مشهور. زيت الاردني زيت مشهور ومميز وفي ذو قيمه عاليه، ونصدر بعض الكميات لدول اوروبيه ودول شرق اسيا بعبوات زجاجيه. نعم، شكرا لك. معنا الاخ ابراهيم، ايضا ابراهيم شرات، هو صاحب احد معاصر الزيتون في محافظه اربد. يسعد صباحك. الله صباحك بنور. مثلا تحكينا عن الاستعدادات اللي تقوموا فيها الان في معاصر الزيتون، وكذلك هل بدا بعض المزارعين بالفعل بعصر حب الزيت الزيتون وما هدفهم؟ المزارعين القطف اللي بصير بالزيتون هسه النوعيه البلديه تكون مستويه من شهر 10 نهايته، ما بتكون يعني ناضجة وبكون جاهزة للعصر. يعني هناك أقوال أن المزارعين بدأوا بقطف الزيتون مبكرا لاستغلال أن الأسعار ستكون أعلى في هذا. نعم. قبل بدء الموسم بشكل صحيح. نعم صحيح، الأسعار تتراوح 90 95 دينار، وهذا إشي يعني لأنه ما في زيت في البلد، زيت شحيح، زيت زيتون ما في نهائيا. ولهذا عشان هيك يعني الاسعار 90 95 مبلشه اسعار عاليه يعني. شكرا لك، يعطيك العافيه. نعم زميلي معاذ، نحن بمحافظه اربد يعني مساحه الاشجار المزروعه بالزيتون هي تقارب ال 95% من عدد الاشجار ومساحه الاشجار المزروعه في المملكه. كما تشاهدون هناك بعض المزارعين قدموا قبل أيام قليلة وقاموا بقطف ثمار الزيتون وبعصرها، وبحسب قول البعض هذا القطف يأتي بهدف استغلال أسعار أعلى من الأسعار التي ستكون في الأسواق مع بدء الموسم، ويكون إنتاج زيت الزيتون وحب الزيتون بشكل وفير جدا. هذا كل ما لدينا، وعودة لك الآن في الاستوديو.